دبلتك فين يا دليل؟ دليل انا بسألك دبلتك فين؟ ما هو ده اللي كنت عايزه اكلمك فيه يا حمزه. فأرجوك لازم تسمعني. أرجوك يبقى انت اللي لازم تسمعني. انا ممكن اسمع بس حتى لو سمعت مش هيغير حاجه من تصرفاتك اللي انا شفتها في الفتره الاخيره. وعلى فكره كمان انا ممكن اضعف وافكر في قصه حب ان انا متاكده انها لسه ما انتهتش، بس للاسف مش هيغير حاجه من الحقيقه. الحقيقه بقى ان انا لسه بحبك. بتحبني ولا بتحب فرح؟ تقدر تنكر؟ ولا انت فاكر ان انا في يوم من الايام هتعايش واعمل نفسي مش واخده بالي؟ ولا يمكن يجي يوم من الايام تطلب مني اقبل الوضع ده؟ حتى لو افترضنا ان كلامك صحيح وان انت لسه بتحبني وان انا كمان لسه بحبك. يمكن اكون اتلخبطت، بس بلاش تخلي تمام اللخبطه ده اللي انت ضيع مني يا داليا. انا ما ضعتش يا حمزه، انت اللي ضعت. سواء بقى بارادتك غصب عنك مبقتش فارقه، المهم النتيجه. انا اللي يهمني اكتر دلوقتي هو جود. أنا شايفة إن إحنا ظلمناها ولخبطناها بما فيه الكفاية في الفترة الأخيرة. تهيألي بقى كفاية ولازم نرحمها. حمزة، إحنا لازم نتطلق. أنت إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ لا يا دليل. زي ما سمعت، ولازم كمان ترتب امورك في الفتره اللي جايه. عايزه جود تتعود ان انت ما بتبقاش في البيت كتير، سواء بقى هتأجر بيت ولا هترجع تعيش مع اهلك. انت حر. عايزين كمان نفهمها يعني ايه طلاق، وان احنا كمان هنفضل نحترم بعض، ولازم تتاكد هي كمان ان احنا نفضل نحبها، ان حبنا ليها مش هينقص. ارجوك يا حمزه عشان خاطري حاول تخلص اجراءات الطلاق في اسرع وقت ممكن. والبيت ده هيفضل بيتك، بس قبل جود. داليا، مفيش حاجه ما بتتغفرش. انت ليه بتهدي كل حاجه كده؟ عايز تعرف ليه يا حمزه؟ عشان انت ضيعت الحاجه اللي كل ست بتعيش علشانها، ان انا اكون الوحيده في حياتك ومفيش حد تاني. خليتني متاكده ان كل عمري اللي فات وباقي عمري اللي جاي عمري ما هشوف نظرة الشوق اللي شفتها منك لفرح لما عرفت انها هتبعد عنك. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.